انا بس عندي حاجه ميجور لكل الناس كاننا لازم ننمي نفسنا فيها، عشان لما يبقى في ديجيتال ترانسفورميشنز عاليه جدا او تغيير اوكي تكنولوجي لازم كنا نتعلم. مفيش حالا دلوقتي حد يقول انا ما بعرفش اعمل على الكمبيوتر اكسل وورد وباوربوينت، ده اساسيات ده مايكروسوفت. اساسيات. اه طبعا اللغه بتاعتك تكون مناسبه للكارير اللي انت داخله او المجتمع اللي انت تشتغل فيه.